عادل خلص جامعته وكان راجع في الطريق من الجامعة لحد بيته ماشي. السكة مش بعيدة، مسافة 10 دقايق أو ربع ساعة مشي بالكتير. وهو في الطريق طلع تليفونه واتصل بصديقه إبراهيم اللي كان تعبان شوية وما قدرش يروح الجامعة في اليوم دوت، علشان يقوله ملخص اللي حصل خلال اليوم. وفي 10 دقايق من الجامعة لحد البيت فضل عادل بيتكلم مع صديقه، وفي لحظة وهو مش واخد باله قرب منه شاب راكب موتوسيكل وخطف منه التليفون وجري. جري في لمح البصر واختفى الشاب اللي سرق التليفون. دخل عادل في حالة حزن كبيرة لأنه فقد تليفونه وكل الأرقام والداتا اللي كانت عليه ومحاضرات الجامعة وأرقام الدكاترة وصحابه وغيره وغيره. ما كانش قدامه حل غير إن هو يروح يبلغ في اسم الشرطة ويعمل بلاغ. وبدأت بعد كده أجهزة الأمن تعمل تحرياتها حوالين الواقعة عشان يعرفوا مين اللي سرق التليفون، وقدرت بعد فترة قليلة انها تتوصل لهوية الشاب ويتم القبض عليه. تليفونك لازم تحافظ عليه، وعصابات سرقة التليفونات المحمولة حيالهم كتير وما بتخلص. ومن بين الحيل ديت ان حد يوقفك في الشارع ويطلب منك التليفون بتاعك عشان يعمل مكالمة وياخده ويهرب، او 2 من افراد العصابة يفتعلوا مشاجرة وهمية قدامك مع بعض علشان انت تتدخل بحسن نية وتحاول تفصل ما بينهم، وبعد كده تلاقي تليفونك اتسرق. ابرز الحيل اللي ظهرت في الفترة الاخيرة ويمكن كانت حديث السوشيال ميديا ان المتهم بيكون راكب موتوسيكل وبيقرب من الضحية ببطء وهو بيتكلم في تليفونه ويشد منه التليفون ويهرب بالمكنة، وبقى بيني بقى لو عرفت تحصله. رغم انتشار عصابات سرقة التليفونات إلا إن أجهزة الأمن قدرت خلال الفترة الأخيرة بالتكنولوجيا الحديثة اللي معاها إنها تسيطر عليهم وتتبع خط سير المتهمين وتقبض على عدد كبير من العصابات ديت. وكان آخرها المتهم اللي سرق تليفون شاب كان بيصور بس مباشر على الطريق الدائري، والعصابة التانية اللي سرقت تليفون مواطن في منطقة المرج. وكانت أكبر الضربات الأمنية لما اتقبض على الشاب اللي قتل صاحبه بعد ما استدرجوا المكان مهجور في منطقة كرداسة عشان يسرق تليفونه. يسرق تليفونه ويبيعه ب 800 جنيه اتخلص من عشرة عمره وحياة بني آدم اللي ما تسواش كنوز الدنيا بتمن غدوة. لقدر الله لو تليفونك اتسرق تعمل ايه؟ حضرتك هتروح اقرب اسم شرطة للمكان اللي اتسرق فيه التليفون وتعمل محضر بالسرقة وترفق فيه السيريال نمبر بتاع التليفون، وتتابع مع النيابة اللي هتعمل تتبع للتليفون بتاعك وتستعلم عن شركة المحمول عن اسم المستخدم اللي مشغل التليفون. وبعد ما يتم تحديد هويته واسمه بيطلع امر ضبط واحضار وبيتحاكم بتهمه السرقه. الماده 318 من قانون العقوبات نصت على معاقبه المتهمين في جرائم السرقه بالحبس مده ما تزيدش عن 2 سنين الا اذا كان في ظرف مشدد، والظروف المشدده لعقوبه السرقه زي ان المجني عليه تم الاعتداء عليه بالضرب او اقترنت السرقه بالقتل او اي جريمه تانيه، فالعقوبه بترتفع وممكن توصل للاعدام زي حاله الشاب اللي قتل صاحبه علشان يسرق تليفونه.